السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض آخر فصل أو آخر محاضرة في الشابتر بتاع الصوليبيليتي، والحقيقة هندرس فيه مجموعة من خصائص التي تتعلق بالدواء وتصنيع الدواء وغيره، ف يعني أرجو التركيز فيها. المحاضرة هامة، فيها مجموعة برضو من الإكويجنز والتعاريف الهامة. يعني طيب، المحاضرة دي يا شباب هناخد فيها 3 موضوعات في غاية الأهمية الحقيقة بالنسبة للأدوية وبالنسبة لك أنت كصيدلي. الموضوع الأول هيتكلم فيه عن الـ distribution of solutes between immiscible solvents و mainly two immiscible solvents. لما يكون عندي two liquids أو two solvents مذيبين، الاثنين immiscible مع بعض. يعني ايه immiscible؟ يعني غير ممتزجين مع بعض، فاصلين two layers عن بعض. لو حطيت عليهم solute، السيستم ده مع بعضيه، لو حطيت solute، السوليت هيروح فين يا ترى؟ في انهي solvent؟ ده هندرسه ان شاء الله ونعرف المفاهيم بتاعته ونعرف القواعد بتاعته العامة، ولو في قوانين نعرفها. الموضوع التاني هنتكلم عن ازاي لو كان عندي solute دايب مثلا في اكواز فيز، ازاي اعمل له اكستراكشن، ازاي اسحبه مره تانية من الاكوا في اكواز فيز. ده النقطه التانية او الموضوع التاني. الموضوع التالت، لو عندي ادويه اللي هي بنسميها الاويل ان ووتر سيستم، اللي هي المستحلبات مينلي، دي بتبقى عرضه بشكل كبير للديتيوريشن بالبكتيريا، تعفن بسهوله او تفسد بواسطه البكتيريا والمايكرو اورجانيزم. ازاي احفظها وايه المواد اللي ممكن احفظ بيها السيستمز ديت، ودور اللي هو الديستريبيوشن اوف solute بتوين تو immiscible solvents في القصه دي. طيب نبتدي بالموضوع الاول اللي هو الديستريبيوشن اوف solutes بتوين immiscible solvents. هنفترض افتراض كالتالي، ان انا عندي سيستم بيكر مثلا موضوع فيه 2 solvents لا يمتزجوا ببعض. زي مين؟ اشهر مثال الاويل والميه طبعا، يعني solvent aqueous مائي تمام، والsolvent التاني الاويل اللي هو بسميه الاورجانيك، الاورجانيك فيز. يبقى عندي 2 phases في السيستم ده، aqueous phase وorganic phase. ممكن يكون الاورجانيك فوق، ممكن الاورجانيك تحت، بس في الغالب العام دايما الاويل او الاورجانيك فيز بيبقى هو اللي فوق، والمائي الاكويس فيز بيبقى هو اللي تحت. ممتاز جدا. يبقى انا عندي بيكر فيه 2 immiscible solvents اللي هو الاويل مع الميه، الاويل فوق الميه تحت. ممتاز. جيت على السيستم ده واضفت نسبه او كميه محسوبه من سولير معين، دراج معين مثلا، واحنا اتفقنا ان دراج هو اورجانيك كومباوندز، وان الاورجانيك كومباوندز ليها طبيعه مزدوجه، بيبقى فيها جزء هيدروفوبيك بيحب الاويل او لايبوفيليك يعني بيحب الاويل وكاره للمية، وفيها جزء تاني زي الاو اتش زي السي او اتش وغيره بتبقى محبة للماء، تقدر تعمل هيدروجين بوندنج وتبقى محبة للماء هيدروفيليك وكارهة للاويل. وبالتالي المركبات اللي بالمنظر دوت تقدر تدوب في الاويل وتقدر تدوب برضو كمان في المية، مش كده؟ فيا ترى هتختار مين فيهم لما احط سوليوت بالمنظر دوت، اورجانيك كومباوند بالمنظر ده ليه الطبيعه المزدوجه دي، هيدوب فين؟ في الاويل ولا هيدوب في الميه البيكر اللي انا عملته دوت؟ اول ما هنزل السوليوت هيبتدي يوزع نفسه ما بين الاويل فيز او الاورجانيك فيز وما بين الاكويس فيز، والتوزيع دوت ثابت. يبقى لما نقرا كده، لما احط نون اماونت من ليكويد او سوليد، ممكن يكون السوليد دوت سوليد او ليكويد ايا كان، المهم اورجانيك كومباوند يعني دراج مثلا، وحطيته في 2 immiscible ليكويدز او سولفنت، السيستم اللي انا حكيت عنه الاويل مع الميه ده، هيحصل ايه؟ ات ويل ديستريبيوت ات سيلف، هيوزع نفسه، جزء هيروح للاويل او الاورجانيك فيز وجزء هيروح للاكويس او الووتر فيز، خلاص، with a constant ratio بنسبه ثابته. يعني ايه بنسبه ثابته؟ سي ان انا حطيت 10 جرام من الاورجانيك كومباوند ده خلاص على السيستم اللي هو الاويل ووتر، ونزل 6 جرام راحوا للووتر مثلا و4 جرام راحوا لل
للبتاع ده لل او سي ان هم 5 جرام ماشي، خليهم في الاول 5 جرام، هلاقي في 3 جرام راحوا للميه و2 جرام راحوا للاويل. تمام، وزعوا نفسهم اهو، 3 راحوا للميه و2 جرام راحوا للاويل. طب سي ان انا حطيت 10 جرام، هلاقي 6 راحوا للميه و4 راحوا للاويل. طب سي ان انا حطيت 20 جرام، هلاقي 12 راحوا للميه و8 راحوا للاويل. طب سي ان انا حطيت 30 جرام، هلاقي 18 راحوا للميه و12 راحوا للاويل. طب عرفت ازاي؟ لان النسبه ثابته، وات ايفر الكميه اللي انت حطيتها من الصوليوت، وات ايفر الكميه ايا كانت هي عامله ازاي، في الاخر الكميه دي هتنزل توزع نفسها بنسبه ثابته، اللي هي كام؟ اللي هي 2 الى 3، 2 للاويل و3 للميه، ايا كانت الكميه اللي انت هتحطها، والكميه دي ثابته بالنسبه لكل ماده وبالنسبه للسيستم اللي انت بتستخدمه، الاورجانيك فيز اللي انت بتستخدمه والاكويس فيز اللي انت بتستخدمه، فهي نسبه ثابته لا تتغير. خلاص، بسميها ايه النسبه دي بقى؟ بسميها الكي دي، خلاص، او بسميها الديستريبيوشن كوفيشنت، او بسميها البارتيشن كوفيشنت، او ليها اسم غير ذلك شويه اسمها الايكوليبريم كونستانت او الديستريبيوشن ريشيو. بس سيبك من مسميات الكتير دي، احفظ الاثنين دول، هو الديستريبيوشن كوفيشنت اللي هو ثابت التوزيع، توزيع الماده اللي بين الاويل او الاورجانيك فيز والاكويس فيز، او البارتيشن كوفيشنت اللي هو معامل التجزيء، تجزيء المادة ما بين الأورجانيك فيز وما بين الأكويس فيز، اللي هي بالمعادلات اسمها الكي دي، تمام، وبتساوي إيه؟ بتساوي تركيز الدرج النهائي لما أنا حطيت نون أماونت في البداية في الاتنين في السيستم اللي هو الأورجانيك والأكويس. هشوف بقى تركيز المادة في الأورجانيك فيز سي 1 اللي هو تركيز المادة في الأورجانيك فيز، تمام، على تركيز المادة في الأكويس فيز، ودايما بالترتيب ده الأورجانيك على الأكويس، سي 1 اللي هو تركيز المادة النهائي في الأورجانيك فيز، والسي 2 تركيز المادة النهائي أو الجزء اللي دافي المادة من المادة في الأكويس فيز. وشوف والله النسبة دي زي ما اتفقنا، النسبة دي بتظل ثابتة بغض النظر عن كمية اللي أنت ابتديت بيها، حطيت 10 20 30 100 1000، النسبة دي ستظل ثابتة، اللي هو نسبته في الأورجانيك فيز، نسبة ذوبانه يعني في الأورجانيك فيز، ونسبة ذوبانه في الأكويس فيز. واتفقنا ان الكي دي دي اسمها ايه؟ اسمها الديستريبيوشن كوفيشنت، معامل التوزيع، او البارتيشن كوفيشنت، معامل التجزئه، تجزئه الدرج ما بين التو فيزز. زي ما انتم شايفين كده في الصوره ديت، ده اسمه فانل، خلاص، سيبريتنج فانل، قمع فصل، ده اسمه القمع الفصل، ودايما بعمل التجربه بتاعت الديستريبيوشن كوفيشنت او بارتيشن كوفيشنت لماده معينه عشان احسبها، بعملها في قمع الفصل او السيبريتنج فانل دي، بحط فيها الاكويس فيز الاول، وبعد كده بحط فيها الاورجانيك فيز اللي هو الاويل، زي ما انتم شايفين الاويل بيبقى فوق والايه والميه تحت. طيب، وبعد كده بحط فيه في الاخر الصوليوت، وبعمل شيكينج بسيط، بقفل الاول الزجاجه او القمع ده من فوق، وبعمل شيكينج بسيط كده علشان اسمح للماده ان هي تبتدي توزع نفسها ما بين التو فيزز، الاورجانيك فيز والاكويس فيز. هنلاقي هنا في اختلاف في اللون، لان انا حطيت هنا ماده ملونه اصلا لونها ازرق، فهنلاقي الميه خدت منها جزء وتلونت اهو باللون الازرق، وبرده الاويل خد منها جزء. اوكي، فهو ده بقى ايه، ابتدي اسحب بعد كده، انزل افتح الفانل وانزل الجزء الاكوس واقيس نسبه الدراج فيه اللي هي السي 2، وبعد كده انزل الجزء الايل، تمام، واقيس كميه الدراج فيه برضو اللي هي السي 1، وابتدي احسب شوف كميه التركيز السي 1، طبعا المولر كونسنتريشن، هنا الكونسنتريشن بتحسب بالمولر كونسنتريشن، مول بير لتر، وهنا برضو مول بير لتر، تمام، واحسب الكونسنتريشن هنا والكونسنتريشن هنا، واجيب معامل التجزيء البارتيشن كوفيشنت او معامل التوزيع اللي هو الديستريبيوشن كوفيشنت، تمام. طبعا القيمه دي ثابته بالنسبه للماده وبالنسبه بتغير، يعني بتغير الماده اللي انت بتقيسها، بتغير نوع الاويل اللي انت بتستخدمه، نوع الاكويس فيز اللي انت بتستخدمه، تمام، هل ميه مضاف اليها حاجات تانية ولا ميه بس، وبتتغير كمان بدرجه الحراره، درجة الحرارة بتؤثر في قيمة الـ distribution coefficient، تمام؟ فهنفترض إن كل العوامل دي ثابتة، فقيمة
الكي دي بتبقى بتظل ثابته بالنسبه للماده اللي انت بتقيسها. طيب السؤال هنا، تمييز معامل البارتيشن كوفيشنت ايه؟ ايه التمييز اللي هحطه في الاخر؟ هقول ايه مثلا؟ مول بير لتر؟ ما انا عملت هنا مول بير لتر وهنا مول بير لتر، بس قسمتهم على بعض وبالتالي هيطيروا هما كمان مع بعض، وفي الاخر التمييز هيكون ايه؟ بدون تمييز. يبقى الـ distribution coefficient هو معامل بدون تمييز، لان هي كمية على كمية او تمييز على كمية تمييز، فهيطيروا مع بعض في الاخر. طيب example وفكروا فيه شوية ونحلوا تطبيق على الـ distribution coefficient. When boric acid is distributed، يتوزع ما بين الـ water الـ aqueous phase and amyl alcohol. الامايل الكحول ده يعتبر الاورجانيك فيز. طيب هتقول لي طيب هما يعني الاثنين دول فاصلين عن بعض، الامايل الكحول والووتر فاصلين عن بعض؟ هقول لك اه فاصلين عن بعض. الامايل الكحول ده الجزء الهيدروفوبيك فيه كبير اكبر من 6، تمام، فبالتالي مش هيبقى دايب مع الميه، مع انه الكحول فيه او اتش اه، بس الجزء الهيدروفوبيك فيه اكبر من 5 كربون، وبالتالي هيكون فاصل عن الميه، مش هيبقى ممتزج مع الميه، هيبقى هو اللي فوق يعتبر الاورجانيك فيز والووتر الاكواز فيز اللي تحت، تمام. عن درجة حرارة الغرفة 25 سيليزيوس، تمام. بعد كده بعد ما اجريت التجربة دي حسبت الكونسنتريشن بتاع الفوريك اسيد السوليد بتاعنا، حسبته في في الووتر، لقيته والله ان هو 0.05 مول بير لتر، وقست كمية البوريك اسيد في الامايل الكحول لقيت ان هي 0.015 مول بير لتر. What is the distribution coefficient بالنسبة للبوريك اسيد في السيستم ده اللي هو مية مع امايل الكحول على درجة 25 سيليزيوس؟ طيب ده تعويض مباشر مفيهاش حاجة، فكر فيها كده ونشوف. طيب يا شباب يبقى نحل المسألة دي ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده تعويض مباشر، وهو مديني القيم هنا بالمول بالمول باللتر بشكل مباشر مفيش مشكلة. طبعا هحتاج ان انا اغير او اوحد القيم او النسب او التمييز لو عندي different concentration expressions، يعني عندي هنا مثلا مديني التركيز بالبرسنت ويت بالويت مثلا او ويت بالفوليوم، وعندي هنا بالمول باللتر، فمحتاج ان انا ايه اوحد ساعتها النسب، يا اما كله بيرسنت يا اما كله مول بلتر زي ما انا عاوز، بس خلينا ماشيين زي ما بيقول القانون ومول بلتر للكل، لكن هنا كلهم متوحدين فتعويض مباشر، واجيب القيمه بتاعه الديستريبيوشن كوفيشنت للفوريك اسيد ما بين الووتر والامايل الكحول، وهتطلع قيمه طبعا ثابته ايا كان الماء كميه الفوريك اسيد اللي انا حطيتها، تطلع القيمه دي ثابته او الكسر ده ثابت وطبعا بدون تمييز. طيب يا شباب دلوقتي برضو اتفقنا ان معظم الادويه هي عباره عن اورجانيك كومباوندز، تمام، وغير كده ان هي بتبقى يا اما ويك اسيدز او ويك بيس. طيب ممتاز جدا، انا اتفقنا دلوقتي السيستم اللي عندي عباره عن سيستم اكويس او جزء منه اكويس مائي والجزء التاني اورجانيك غير مائي، حلو. طب انا هحط دراج ويك اسيد او ويك بيس، تمام، ويتوزع ويروح عند الاكويس فيز، ايه اللي هيحصل له عند الاكويس فيز؟ هيتأين، مش كده؟ ويتغير شكله، يتأين الى ايون سالب وايون موجب، وطبعا التأين ده بيبقى ريفرسيبل، يعني يتأين جزء منه وجزء منه يظل غير متأين، زي اي ويك اسيد وويك بيس. طيب زي قصدي اي ويك الكترولايت، انه اصلا ويك اسيد والويك بيز هي عباره عن ويك الكترولايتس، فالتأيب بتاعها بيبقى ريفرسبل. طيب يبقى انا دلوقتي هحسب ايه بقى؟ هحسب لما اجي احسب الديستريبيوشن كوفيشنت للدراج ده اللي هو الويك اسيد او الويك بيز، احسبه بناء على ايه؟ على تركيز الماده الغير متأينه ولا تركيز الجزء المتأين؟ احسب ايه؟ من عندي دلوقتي حالتين للماده في الاكويس فيز، طبعا انا بتكلم على الاكويس فيز، هو في الاورجانيك فيز لن يتاين اصلا، هيتاين ازاي؟ تمام، التاين دايما بيحدث في الجزء اللي فيه الميه اللي بيعمل هيدروجين بوندنج، هو ده الميه اللي بتقدر تعمل تاين او ديسوسيشن للمواد اللي ليها قابليه للتاين، لكن في الاورجانيك فيز لا مش هيحصل تاين طبعا.
فدلوقتي احسبها ازاي؟ ان عندي صورتين من الدرج، صوره غير متأينة وصوره متأينة في الاكواس فيس. احسبه على اي اساس؟ قال لك تحسبه على الجزء الاندسوشيتد. تمام، يبقى انا لو حطيت ويك اسيد او ويك بيز هيحصل له ايه؟ ها، ديسوشيت انتو ايونز. فين؟ في الاكواس فيز. وبالتالي احسب قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت او البارتيشن كوفيشنت على حسب الكومن سبيسيس، الجزء المشترك. طب الجزء المشترك الجزء المتأين ولا الغير متأين؟ لا طبعا الغير متأين، لان التأين لا يحدث الا في الميه، الوتر ما فيهاش تأين. يبقى الميه فيها جزء متأين وفيها جزء غير متأين، لكن الاويل في جزء غير متأين بس 100%. يبقى الكومن في الاثنين مين؟ المتأين ولا غير المتأين؟ غير متأين. فانا هحسبه على حسب السبيشيس الكومن تو بوث فيزز، اللي هي الجزء الغير متأين اللي هو الاندسوشيتد فورم، الانايونايزد فورم. واحسب الكونسنتريشن هنا والكونسنتريشن هنا، واحسب قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت بناء على هذه العلاقه. تمام، يبقى زي ما احنا شايفين كده في المعادله. هتحصل المعادله دي امتى؟ هتحصل المعادله دي في الووتر، في الاكويس فيز. الاقي الويك اسيد او الويك بيز ايا كان يتأين، تمام، بوزيتيف ونيجاتيف، فيصبح دلوقتي في الميه موجود على صورتين، لان المعادله دي رايح جاي ريفرسبل، موجود في صوره غير متأينه وموجود برضو في صوره متأينه. احسب ازاي الحسابات بتاعتي في الديستريبيوشن كوفيشن؟ اشوف والله النسبه دي قد ايه في الميه، خلاص النسبه دي قد ايه في الميه. وطبعا نسبه برضو الاسيد او الجزء الغير متأين اللي في الاويل، واحسب كونسنتريشن واحد بتاع الاويل اورجانيك فيز، واحسب كونسنتريشن اثنين في الاكويس فيز بس بتاع اكس اي اللي هو غير متأين، واجيب قيمه الديسوشيشن كونستانت او اجيب قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت. خلاص يا شباب. طيب ده بالنسبه للويك اسيد والويك بيزس وعلاقه الكي دي او البارتيشن كوفيشنت، وازاي احسبهم في الحاله ان انا عندي ويك الكترولايت، ويك اسيد او ويك بيز. طيب الرسمه ديت بتوريني اكزامبل، مثال على ويك اسيد اللي هو البنزويك اسيد، وده يعتبر بريزرفتيف، يعني دايما بستخدمه كماده حافظه في معظم المواد الغذائيه في معظم الادويه. دايما البنزويك اسيد ومشتقات البنزويك اسيد بيستخدم كمواد حافظه، وعندي برضو مشتق من البنزويك اسيد اللي هو الساليسيليك اسيد، ده دواء اصلا انتي انفلاماتوري وانتي بايوريتيك اللي هو الساليسيليك اسيد، الساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين. فالساليسيليك اسيد او البنزويك اسيد كومن عندي، فهو يعتبر ويك اسيد. طيب حطيته دلوقتي في سيستم في اورجانيك فيز او اويل فيز ووتر فيز، ايه اللي بيحصل؟ تي يوزع نفسه، جزء بيبقى في الاويل غير متأين بالمنظر ده، وهنا بيحصل هيدروجين بوندنج ما بين البنزويك اسيد وبعضه بس، لكن لن يحدث له اي تأين. طيب الجزء اللي راح للووتر فيز او للاكويس فيز هيحصل له ايه؟ هيحصل له بارشال ايونيزيشن، هيتأين جزئيا الى ايونات بنزويت نيجاتيف وبروتون بوزيتيف. تمام، طيب احسب بقى ازاي الديستريبيوشن كوفيشن في الحاله دي؟ احسب والله الكميه اللي موجوده في الاويل كلها طبعا لان كلها غير متأينه، والى نسبه البنزويك اسيد الغير متأين في الووتر، واحسب منه من العلاقه دي قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت بالنسبه للبنزويك اسيد في السيستم ده. خلاص يا شباب. طيب سؤال هنا، لو عندي السوليوت سترونج الكترولايت، سترونج اسيد او سترونج بيز او سترونج الكترولايت زي الصوديوم كلورايد زي البوتاسيوم كلورايد، احسب القصه دي ازاي؟ لا، لو سترونج الكترولايت مش هيبقى في ديستريبيوشن كوفيشنت. الديستريبيوشن كوفيشنت هيساوي ايه؟ هيساوي في الحاله دي قيمه غير محدده، لان المقام هيكون، لا سوري، ده هيكون قيمه محدده، هيكون بالصفر. ليه؟ لان البسط هيكون صفر. ليه صفر؟ النسبه او الكونسنتريشن في الاويل فيز هتكون صفر، لان السترونج الكترولايت كاره جدا للاويل. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو اول ما هيروح للاويل، اول ما هيروح للاكويس فيز للووتر،
هيحصل له ايه؟ partial ionization ولا complete ionization؟ هيحصل له complete ionization، فهيصبح بصورة تامة التأين، والأيونات عمرها ما تروح للأيل عمرها. ليه؟ لأن لازم عشان يبقى فيه أيون يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه stabilizing molecule زي الووتر، عاملة معاه interaction، لكن الأيونز مش تقدر تعمل interaction مع الأيل بصورة جيدة، فستظل الأيونات في المية، ويصبح بالتدريج تركيز المادة اللي هي السترونج الكترولايت في الأيل صفر، وبالتالي قيمة الديستريبيوشن كوفيشنت هتصبح صفر أو قيمة تقترب من الصفر. ده الكلام ده فين؟ في السترونج الكترولايت، مش موجودة هنا اهي، أو ما قلتهاش مكتوبة في المحاضرة، بس شيء بديهي أنا بسألك عنه لازم تبقى عارفه ولازم تتوقعه، إن السترونج الكترولايت تصرفها يختلف عن تصرف الويك الكترولايت. الويك الكترولايت التأيون بتاعها ريفرسبل، يعني هيوجد منها جزء متأين وجزء غير متأين، فأقدر أحسب قيمة الديستريبيوشن كوفيشنت بناء على إيه؟ الجزء الغير متأين. لكن بالنسبة للسترونج الكترولايت لا، بيبقى تام التأين، فبالتالي في المية مش هيبقى عندي جزء غير متأين، لا ده تام التأين، وبالتالي مع الوقت هيبتدي ينسحب الدواء او ينسحب الماده اللي هي السترونج الكترولايت من الاويل فيز، ويصبح تركيزها صفر، وتصبح قيمه الديستريبيوشن كوفيشنت قيمه مساويه للصفر او تقترب من الصفر. طيب يا شباب، ايه اهميه بقى موضوع الديستريبيوشن كوفيشنت بالنسبه للادويه، بالنسبه للدراجز، هتفيدني في ايه؟ الحقيقه هي في غايه الاهميه. ليه في غايه الاهميه؟ لانها بتحدد عاملين اساسيين في تصرف الدواء داخل جسم الانسان. ايه هما العاملين دول؟ اول حاجه الفارماكوكاينيتكس، او حركيه الدواء داخل جسم الانسان، وحاجه تانية اسمها الفارماكوداينامكس، اليه عمل الادويه داخل جسم الانسان. اللي بيحددهم الديستريبيوشن كوفيشنت، اللي بيحددهم الديستريبيوشن كوفيشنت او البارتيشن كوفيشنت. طب ازاي الكلام ده؟ الاول لازم نفهم يعني ايه فارماكوكاينيتكس ويعني ايه فارماكوداينامكس. فارماكوكاينيتكس زي ما قلت هي حركيه الدواء داخل جسم الانسان. يعني ايه حركيه الدواء داخل جسم الانسان؟ يعني الدواء لما بيدخل جسم الانسان بيحصل له ايه؟ اول ما باخد الكبسوله او التابلت وابلعها واشرب وراها شويه ميه، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها في البدايه absorption، مش كده؟ اللي هي الايه، تمام؟ الايه denotes to الابزوربشن، يعني تدل على الابزوربشن، اول حرف في الابزوربشن. طيب يحصل لها امتصاص. طيب بعد الامتصاص توزيع، تدخل الدم، يعمل ايه الدم؟ يوزعها على كل اجزاء الجسم. يبقى تاني حاجه بعد الابزوربشن distribution، يبقى دي فور distribution، اللي هو يتوزع الدراج على كل اجزاء الجسم. طيب الكلام جميل. بعد الديستريبيوشن في جزء من الدراج هيروح للليفر. طب هيعمل له ايه الليفر؟ هو الكبد، هيعمل له ايه الكبد؟ يعمل له ميتابوليزم. يعني ايه ميتابوليزم؟ يبتدي يعمل عليه شويه كيميكال رياكشن، يغير من صورته، لان ده بالنسبه للجسم، الدواء عموما بالنسبه للجسم وبالنسبه للليفر على وجه الخصوص هي ماده غريبه، بسميها زينوبيوتيك. زينوبيوتيك يعني ماده غريبه على الجسم. فالليفر اول ما يشوف الماده الغريبه اللي دخلت الجسم دي يبتدي يحاول يغير من شكلها علشان يخرجها بسرعه بره الجسم، فيعمل لها ميتابوليزم. يبقى عمليه الميتابوليزم برضو داخل الليفر دي بتحدث بعد الديستريبيوشن، وبتؤثر في حركيه الدواء، وبتؤثر في فعاليه الدواء كمان. يعني الدواء دخل الجسم وحصل له ميتابوليزم داخل الليفر بصوره سريعه، يبقى الدواء ده فعال؟ لا طبعا مش فعال، لان انا مجرد ما اخدته راح الليفر، ودي اول حاجه بيروح على فكره الليفر، يعني اول حاجه بيتوزع عليها الدواء الليفر، لان الليفر بيجي له بلاد سبلاي كتير جدا من الجسم، يعني من اكتر الاورجنز، الاعضاء اللي في جسم الانسان اللي بيوصل لها دم عشان يقدر ينقي الدم من اي حاجه غريبه جواه. فجزء كبير من الدراج او من الدم هيروح للمحمل طبعا بالدراج، هيروح للليفر، فيحصل ميتابوليزم لجزء كبير من الدواء، وبالتالي فعاليته هتقل بصورة كبيرة لو هو بيتكسر بصورة سريعة في الليفر. موضوع الميتابوليزم مهم جدا في حركية الدواء، ومؤثر جدا في فعالية الدواء. طيب بعد ما حصل له ميتابوليزم وتوزع، في هيبتدي يحصل له اكسكريشن. يعني ايه اكسكريشن؟ يعني يبتدي يخرج بقى بره الجسم، مش احنا دخلته وعملت له ابزوربشن اكيد هيطلع تاني، مش هيفضل جوه الجسم. لو فضل جوه الجسم يبقى انا محتاج اخد جرعة واحدة من الدواء وخلاص على كده، مش محتاج اخد جرعات تانية، هو هيفضل الدواء داخل الجسم مش هيخرج. لا طبعا هو بيخرج. طب ايه المنافذ بتاعته اللي بيخرج منها؟
ممكن يخرج عن طريق الليفر، يعني الليفر ياخد جزء منه ويطلعه عن طريق البايل سولز، عن طريق العصارة الصفراوية، او عن طريق، وده يطلع طبعا في البراز او في الفيسس، او عن طريق الكدني، جزء من الدم يروح للكدني، الكدني بتبتدي تصفي جزء برضو من الدرج، وخصوصا الجزء الدايب من الدرج، يعني الادويه الهيدروفيلك او الادويه اللي حصل لها تحوير في الليفر واصبحت هيدروفيلك، فاصبحت دايبه في الدم، دي على طول تخرج عن طريق الكدني على طول. الادويه الهيدروفيلك اللي هي دايبه في الدم او دايبه في الميه، دي تروح على الكدني وتخرج مباشره من الكدني. برضو الهيدروفيلك هتبقى فعاليه بتاعت الادويه الهيدروفيلك هتبقى فعاليه بتاعتها سريعه جدا، لان هي تخرج بشكل سريع برضو من خلال الكدني. يبقى ده مفهوم الفارماكوكاينيتكس، اقدر الخصه في الكلمه دي اللي هي الادمي بروبرتيز، خصائص الادمي. ايه خصائص الادمي؟ اللي هي الابسوربشن، الديستريبيوشن، الميتابوليزم، والاكسكريشن. يبقى لما اقول لك عرف ايه هي الفارماكوكاينيتكس، تقول لي والله الفارماكوكاينيتكس هي بتدرس، او هي الخصائص اللي بتدرس ازاي البادي بيؤثر، او ازاي الدواء بيتحرك داخل الجسم، حركيه الدواء. واقدر اختصرها في ايه؟ اقدر اختصرها في الادمي بروبرتيز اللي هي الابسوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، واكسكريشن. في بعض الناس بتزود على الادمي تي، حرف التي، ادمي تي. تي اختصار لايه؟ اختصار للتوكسيسيتي، يعني التاثير السمي بالنسبه للدواء على الجسم، خلاص. لكن ده ما يهمناش، ده يدخل في الفارماكو داينامكس اكتر، التوكسيسيتي. فخلينا في حركيه الدواء اللي هي الادمي، ابسوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، واكسكريشن. طيب ايه علاقة بقى البارتيشن كوفيشنت او الديستريبيوشن كوفيشنت بتاع الدرج بالادمي؟ ده ليه علاقة هامة جدا. ليه؟ لان البارتيشن كوفيشنت يا شباب من خلاله اقدر اعرف قد ايه الدواء هيدروفيلك وقد ايه هيدروفوبيك. اتفقنا ان معظم الادوية اورجانيك كومباوندز، معظم الادوية ويك اسيدز او بيزس، وبالتالي ممكن يبقى جزء دايب منها في المية وجزء دايب منها في الاويل. النسبة دي اللي انا بقول عليها البارتيشن كوفيشنت، واقدر احسبها في المعمل عن طريق ان انا اجيب ميه، وان اوكتانول ماده عضويه اسمها او كحول، اوكتانول، اوكتانول يعني 8 ذرات كربون وفي الاخر في او اتش، طبعا ده هيبقى غير ممتزج بالميه. طب اشمعنى الاوكتانول؟ لان الاوكتانول دوت هو الممثل للليبيد بايلير، ممثل للليبيد ممبرين اللي هو الغشاء الدهني الخلوي بتاع الايه، بتاع الخليه. فاقدر اعمل محاكاه للغشاء دوت عن طريق الايه، الان اوكتانول، ليه نفس الخصائص بتاع الليبيد بايلير. فاجيب السيستم ده، الميه والان اوكتانول، واحط فيهم الدراج اللي عاوز احسب له البارتيشن كوفيشنت، اللوج بي، اسمها اللوج بي، هنشوفها في السلايد الجايه واللي بعدها، واشوف النسبه بتاعت الدراج اللي دابت في الان اوكتانول والنسبه اللي دابت في الميه، واحسب الديستريبيوشن كوفيشنت ما بين الان اوكتانول والميه، واجيب اللوج بتاعها. يبقى انا جبت قيمه اللوج بي او بارتيشن كوفيشنت بتاع الايه، بتاع الدواء ده بالنسبه للجسم، بالنسبه لجسم الانسان. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ان يعرفني قد ايه الدواء ده هيتصرف كدواء. يعني ايه هيتصرف كدواء؟ ما هو مش دواء. لا ما هو مش، يعني انا ما اعتبره دواء، لكن هل هو هيتصرف كدواء في بالفعل؟ يعني ايه هيتصرف في دواء؟ يعني قيمه اللوج بي بتاعته هتبقى في النسبه المسموح بيها. ايه هي النسبه المسموح بيها؟ من سالب 4 الى موجب 4.3. ده قيمة اللوج بي اللي لو لقيت الدواء بتاعي لما اعمل تجربة واحسب اللوج بي بتاعته لقيتها في الرينج ده، يبقى هو فعلا هيتصرف كدواء، هيبقى ليه خصائص هيدروفوبيك وفي نفس الوقت هيدروفيلك، يعني هيبقى متزن، والاتزان ده هيسمح له ان هو يعدي الليبيد بايلير، لان الدواء اتفقنا ان هو لازم يكون دايب، يبقى علشان يكون دايب لكن لازم يكون هيدروفيلك، في خصائص هيدروفيلك، مش كده؟ طيب حلو قوي. وفي نفس الوقت لازم يكون في خصائص هيدروفوبيك. يعني ايه هيدروفوبيك؟ يعني لازم يبقى في جزء برضه كاره للماء او محب للليبيد، تمام؟ ليه؟ لان هو هيعبر عبر غشاء خلوي، والغشاء الخلوي ده فيه ليبيد، مش كده؟ يبقى لازم علشان يعبر عبر الغشاء الخلوي دوت لازم يكون محب للليبيد بصورة أو بأخرى بنسبة معينة، مش كده؟ يبقى لازم يكون في خصائص هيدروفوبيك أو لايبوفيلك، تمام؟ بس نخلي بالنا مش تو هيدروفوبيك، يعني مش هيدروفوبيك بشكل عالي قوي، لأنه لو هيدروفوبيك قوي مش هيدوب من ناحية وأنا عاوزه دايب، ومن ناحية تانية أول ما يدخل الليبيد بايلير سيظل ريتيند. يعني ايه ريتيند؟ هيفضل في الليبيد بايلير مش هيسيبها خلاص، ما هو بيحب الاويل وبيحبها قوي،
يعني strongly lipophilic او strongly hydrophobic. فهيروح الليبيد باي لير وسيظل retained موجود هناك، لا انا عاوز يتوزع تاني. يعني هو اتوزع في البدايه ما بين الميه وما بين الليبيد باي لير اثناء عمليه الامتصاص، لا انا عاوز يتوزع مره تانيه علشان يعبر بقى كمان الليبيد باي لير ويتوزع من الليبيد باي لير ويروح داخل الخليه ويحصل له امتصاص، وبعد كده الخليه تنقله الى الدم، يتوزع مره تانيه من الخليه الى الدم. فكل ده عاوزه يحصل ويحصل بارتيشننج. فانا لا عاوزه تو هيدروفوبيك، مش عاوزه هيدروفوبيك قوي او لايبوفيليك قوي، وفي نفس الوقت مش عاوزه هيدروفيليك قوي، يعني لا عاوزه محب قوي قوي للميه ولا عاوزه محب قوي قوي للليبيد. انا عاوزه صوره وسطيه. الصوره الوسطيه ديت هي اللي بتتميز بيها الادويه، معظم الادويه ان هي بتبقى في صوره وسطيه ليها خصائص مزدوجه، خصائص هيدروفيليك وخصائص هيدروفوبيك، وبالتالي يقدر لما اعوز ان هو يكون هيدروفيليك الاقيه هيدروفيليك ويلبي لي الطلبات بتاعتي كدواء، ولما عاوز ان هو يكون هيدروفوبيك هلاقيه هيدروفوبيك وهيلبي لي طلبات الهيدروفوبيسيتي لما احتاجها. خلاص، فقيمه بقى اللوج بي او البارتيشن كوفيشنت بالنسبه للادويه اللي هي في السيستم اللي احنا اتفقنا عليه بتاع الان اوكتانول والميه، لما احسبها لازم يكون الدواء بتاعي في الرينج اللي انا قلت لكم عليه ده، من سالب 4، من لوج بي سالب 4 الى 4.3، وهنشوفها في السلايدات اللي جايه. الحاجه التانية كمان برضو ما لسه ما اتكلمناش عليها، طيب بعد ما حصل له امتصاص، عشان برضو نعرف قد ايه موضوع الهيدروفوبيسيتي او الديستريبيوشن كوفيشنت او اللوج بي مؤثره في الدواء او في حركيه الدواء، يبقى مؤثره اهو في الامتصاص، يبقى اللوج بي مؤثره في عمليه الابزوربشن، مش بس كده دي مؤثره كمان في عمليه الديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. ازاي؟ طب هو دخل الدم دلوقتي، طيب هيتوزع ازاي بقى؟ يا ترى هيفضل في الدم؟ لو هو هيدروفيلك قوي هيفضل في الدم، وبالتالي اول ما يروح على الكدني يحصل له اكسكريشن بسرعه، يبقى دوت دواء فعاليته قليله. ليه؟ لانه هيدروفيلك زياده عن اللازم. طيب لو هو هيدروفوبيك برضو زياده عن اللازم ايه اللي هيحصل؟ اول ما يدخل الدم يروح يهرب من الدم ويروح على الانسجه، وخصوصا الانسجه اللي فيها الليبيدز الدهنيه، الانسجه الدهنيه الفات، ويفضل بقى قاعد هناك وما يروحش للهدف بتاعه ويفضل في الجسم، وبعد كده لما اخد دواء ورا التاني يبتدي يحصل سمية من الدواء ده. خلاص، فده برضه مش عاوزه، انت واخدين بالكم يا شباب؟ فانا عاوز برضه حاجة متوسطة علشان اول ما يدخل الدم يقعد فترة مناسبة في الجسم عشان يدي الفعالية، وفي نفس الوقت بعد الفترة دي يبتدي ايه يروح للليفر ويروح للكيدني وبرضه يخرج خارج الجسم. خلاص، يبقى الديستريبيوشن كوفيشنت مؤثر في حركية الدواء، وعرفنا ازاي مؤثر في الابزوربشن علشان الليبيد باي لاير بتاع الانتستين هي ليبيد، وبالتالي البارتيشن كوفيشنت مؤثر في عملية الابزوربشن، برضو مؤثر في عملية الديستريبيوشن التوزيع، مين اللي هيروح الكدني ومين اللي هيتوزع في أنسجة الجسم، ده برضو يعتبر ديستريبيوشن كوفيشنت. الديستريبيوشن كوفيشنت مؤثر جدا، ده برضه هيعتمد على قد ايه، مين قد ايه من الدواء هيروح هنا وقد ايه من الدواء هيروح هنا، قد ايه من الدواء هيروح هيبقى دايب في الميه او في الدم بقى في الحاله دي، وقد ايه من الدواء هيروح للانسجه الدهنيه. مثال على القصه دي واضح قوي وهتدرسوه ان شاء الله في الفارماكولوجي وفي التوكسيكولوجي كمان، دواء اسمه الديجوكسين، ويمكن سمعنا على الدواء ده اكتر من مره. الدواء ده اتفقنا ان هو مقوي لعضله القلب. دايما الدكتور لما يوصف لمريض عنده congestive heart failure او قصور احتقاني في عضلة القلب بيوصف له الديجوكسين مرة واحدة في اليوم، ويقول له ايه؟ يوميا قرص واحد يوميا، طبعا ما تزيدش عن مرة، من اكتر من 100 مرة ممكن المريض يموت، لان الدواء دوت سام وليه نارو ثيرابيوتيك اندكس، يعني خطير، لازم مستوياته في الدم تكون يعني ثابتة، واعلى من كده ممكن الانسان يصاب بتأثير سمي من الدواء ده ولا قدر الله يدخل المستشفى او يموت. فهو قرص واحد في اليوم ديجوكسين، ويقول له في الاخر ايه؟ يوميا، وخد الجمعه اجازه، يعني خد يوم في الاسبوع اجازه ما تاخدش فيه الدواء. طب ليه الكلام ده؟ لان هو دواء يعتبر يعني خارج عن القاعده بتاعت اللوج بي دي، اعلى شويه من 4.3، اللوج بي بتاعته اعلى من 4.3، ان كل ما عليت في قيمه اللوج بي كل ما الدواء ده كان مور هيدروفوبيك، يعني مور لايبوفيليك، محب اكتر للليبيد، بيحب الليبيدز اكتر. تمام؟ وبالتالي الدواء دوت
بيتخزن في الأنسجة وأنسجة القلب والأنسجة الدهنية، فأنا عمال أديله جرعة يوم ورا التاني يوم ورا التاني، ففي جزء كبير من الدواء بيتخزن في أنسجة الجسم، وفي جزء بيروح يدي الفعالية على الهارت. فأنا بحاول أتجنب التوكسيستي بإن أنا بدي فرصة للمريض في 6 أيام بديله الدواء بتاعه، ويوم أجازة، اليوم الأجازة ده بيحصل فيه إيه؟ ما ياخدش فيه الدواء يعني، بيحصل فيه إيه؟ المخزون اللي موجود في الجسم من الديجوكسين يبتدي هو اللي يدي الفاعلية في اليوم الأجازة ده، ويبتدي كمان الجسم يقدر يبقى عنده فرصة يتخلص من الزيادة ده، عشان المريض لا يتأثر بتركيز عالي من الديجوكسين ويدخل في السايد افكتس بتاعته. طيب يا شباب، الحاجة التانية المهمة اللي بيأثر فيها موضوع البارتيشن كوفيشنت بالنسبة للأدوية هي الفارماكو داينامكس بتاع الدواء. يعني ايه فارماكو داينامكس؟ نفهم الاول يعني ايه فارماكو داينامكس. فارماكو داينامكس اللي هي ديناميكية الدواء داخل الجسم، يعني ازاي بيأثر الدواء على جسم الانسان، how the drug affects the body، هو ده معنى كلمة الفارماكو داينامكس، ده ازاي بيدي الافكت بتاعه. تمام، يبقى هو خلاص في عندي حاجة اسمها الفارماكو كاينيتكس اللي هي حركية الدواء، ازاي الدواء بيتحرك داخل جسم الانسان، ازاي بيدخل، ازاي بيتوزع، ازاي بيخرج، ده الفارماكو كاينيتكس. وعندي حاجة تانية اسمها الفارماكو داينامكس، ازاي لما يوصل للهدف بتاعه ازاي يؤثر فيه. اوكي، طيب هل موضوع البارتيشن كوفيشن برضه بيؤثر في الفارماكو داينامكس؟ بصورة كبيرة جدا، نعم. ازاي؟ اتفقنا ان الدواء المظبوط لازم يحمل خصائص مزدوجة، خصائص هيدروفوبيك وخصائص هيدروفيلك. طيب ليه هيدروفوبيك؟ لان الهيدروفوبيك هو بيحكم عملية ارتباط الدواء، خلاص الجزيء اللي هو الدواء بالمستقبل بتاعه داخل جسم الانسان اللي هو بسميه الريسبتور، وعملية البايندينج خلاص او ارتباط الدواء بالريسبتور هي ديت اللي بتدي الافكت في الاخر. يعني مثلا عندي الادرينالين او عندي دواء بيشتغل على البيتا 1 ريسبتور او على البيتا 2 ريسبتور، مستقبل البيتا 1 او البيتا 2، بيدخل الجسم يتوزع على حسب الفارماكوكاينيتكس لحد ما يوصل للمستقبل ده على الخلايا، خلايا القلب، خلايا العضلات، ايا كان، ويروح مرتبط بالمستقبل ويعمل البايندينج. عملية الارتباط دي هي اللي بتدي الاكشن بقى، الاكشن بقى اذا كان فازو دايليشن، اذا كان فازو كونستريكشن، اذا كان برونكو دايليشن، برونكو كونستريكشن، ايا كان. خلاص، يبقى عمليه ارتباط الدواء بالريسبتور التي يتبعها الفارماكولوجيكال اكشن اللي احنا بنشوفه هي عمليه بيحكمها في المقام الاول حاجه اسمها الهيدروفوبيك افكت. يعني قد ايه الدواء هيدروفوبيك، في اجزاء هيدروفوبيك علشان تتكامل مع الاجزاء برضو الهيدروفوبيك في البروتين او في الريسبتور، ان الريسبتور ده عباره عن بروتين بيبقى عامل زي القفل والمفتاح، المفتاح اللي هو الدواء والقفل اللي هو الريسبتور. المفتاح فيه اجزاء هيدروفوبيك كارهه للماء او محبه للليبيد يعني لايبوفيليك، نفس الكلام في اجزاء مكمله على الريسبتور برضو بتبقى هيدروفوبيك. فالهيدروفوبيك افكت دوت هو اللي بيحكم عمليه التقاء الدراج مع الريسبتور، وبالتالي عملية ارتباط الدراج مع الريسبتور بشكل جيد، وبالتالي في الآخر حدوث الفارماكولوجيكال اكشن. تمام، طيب يبقى لازم الدواء بتاعي يكون هيدروفوبيك. طيب لكن خلي بالنا برضو الهيدروفوبيستي لو عليت قوي هتزود لي التوكسيسيتي، كل ما كان الدواء مور هيدروفوبيك كل ما كان مور توكسيك، ليه خصائص سمية. لسه واخدين الكلام دوت ومتكلمين عنه في قصة جوكسن، ليه؟ لان هو لو كان هيدروفوبيك هيدخل جسم الانسان ويفضل بقى ايه متخزن في الانسجه الدهنيه فتره كبيره، لانه بيحب الليبيد مش كده، كاره للماء وبيحب الليبيد، وبالتالي كل ما هيتخزن اكتر كل ما الادفرس افكت او الاعراض الجانبيه والاثار الجانبيه والاثار السميه بتاعته هتزيد. خلاص يا شباب، طب ده اللي حددوا مين البارتيشن كوفيشنت او اللوج بي. اوكي، كل ما اللوج بي بتاعته عليت كل ما كان مور توكسيك، بس انا برضو محتاج قيمه معينه من اللوج بي او من الهيدروفوبيسيتي بحيث ان هو يرتبط بالريسبتور ويدي الفارماكولوجيكال افكت. حاجه كمان برضو مهمه، انه كل ما كان الدراج هيدروفوبيك تمام كل ما كان less selective في الاكشن بتاعه. يعني ايه؟
يعني انا مصنع دواء ان هو يروح يرتبط ببيتا 2 ريسبتور فقط. طيب لو كان الدواء دوت هيدروفوبيك زيادة عن اللازم هيحصل ايه؟ هيروح يرتبط بالبيتا 2 ريسبتور اللي انا مصممه عشان خاطره اصلا. بس مش بس كده، ده كمان هيروح عند البيتا 1 ويرتبط بيه، ويروح عند البيتا عند الالفا 1 ويرتبط بيه، وعند الالفا 2 ويرتبط بيه، وعند الماسكارينيك ريسبتور ويرتبط بيها. ليه؟ لانه هو هايلي هيدروفوبيك، فيشوف الاجزاء المكمله ليه في كل الريسبتورز دي اللي هي الهيدروفوبيك بيها فيها برضه، ويروح يرتبط معاها لان هو هايلي هيدروفوبيك. فبالتالي هيكون الدواء ده انتقائي في عمله، يعني سيلكتيف، لا هيكون غير انتقائي، يعني less selective. كل ما كان more hydrophobic كل ما كان less selective. شفنا يا شباب بقى ازاي موضوع الهيدروفيليستي والهيدروفوبيسيتي بيلعب دور كمان مهم جدا في موضوع الفارماكوديناميكس. يبقى الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان انا عاوز دواء تمام ليه يجمع ما بين الخاصيتين، يكون هيدروفوبيك تمام علشان يرتبط بالريسبتور، وفي نفس الوقت ما يكونش هيدروفوبيك قوي او برضو فيه خصائص هيدروفيلك شويه علشان يقدر ايه يخرج من الجسم تاني وما يدينيش توكسيك افكت، ويكون مور سيلكتيف في الافكت بتاعه. طيب جمهور العلماء بقى قال لك ايه؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كلام وصفي وما ينفعش، انا عاوز كلام بالارقام. يعني ايه انت عاوز الدواء في الاخر يبقى بالارقام عامل ازاي؟ يبقى انا عاوزه بالارقام في الاخر لما اجي اعمل التجربه بتاعه الاوكتانول مع الميه، واحسب البارتيشن ما بين الاوكتانول والميه، الاقي قيمه اللوج دي او بارتيشن كوفيشنت تتراوح ما بين سالب 4 الى 4 و15 او 4 و13 زي ما قلت لكم، مفيش مشكله في الرينج ده. في الرينج ده بيرفكت، يبقى دراج ممتاز، يشتغل كويس جدا في الفارماكوكينيتكس، يشتغل كويس جدا في الفارماكوداينامكس. اعلى من 4 من 4 و15 هيبقى مور هيدروفوبيك، هيدروفوبيسيتي بتاعته هتزيد، او كره للماء هيزيد، حب للليبيد هيزيد، فبالتالي الفارماكوكينيتكس بتاعته هتاثر، التوكسيستي بتاعته هتزيد، والسلكتيفيتي بتاعته هتقل لو كان 4 اكتر من 4 و15، لان كل ما زادت قيمه اللوج بي كل ما كان الدراج مور هيدروفوبيك، اكثر كرها للماء. طيب لو اقل من السالب 4 تمام، ايه اللي يحصل بقى؟ الاقيه بقى ايه؟ الاقيه بقى مور هيدروفيلك، اكثر حبا للماء، وبالتالي هيبقى موجود في الدم بس مش هيتوزع بشكل جيد، وبالتالي اول ما يروح على الكدني يخرج منها، لان الكدني بتخرج اي حاجه دايبه في الميه دايبه في الدم، فالاكسكريشن بتاعه هيبقى سريع. ده بالنسبه للفارماكوكاينيتكس. حاجه كمان، مش هيرتبط بشكل جيد بالريسبتور لانه هايلي هيدروفيلك، مش كده؟ وكمان بالتالي مش هيدي الافكت بتاعه على الريسبتور، مش هيرتبط بالريسبتور، مش هيدي الفارماكولوجيكال افكت بشكل جيد. فانا في الاخر زي ما اتفقنا بالنسبه للبارتيشن كوفيشنت وعلاقتها بالدواء وعلاقتها بالفارماكوكاينيتكس بتاعت الدواء والفارماكو داينامكس بتاع الدواء، ان انا عاوز في الاخر الدواء اللي هصممه يكون اللوج بي بتاعته بالنسبه للاوكتانول الى الميه تتراوح او تنحصر في الرينج ده، سالب 4 الى 4 و15، والرينج ده يعتبر انترميديت، يعني وسط، لا هو هيدروفيلك قوي ولا هو هيدروفوبيك قوي، وحاجه وسط ما بين الاثنين، وده اللي انا عاوزه يتوفر في الدراج علشان يكون ليه خصائص جيده من حيث الحركيه فارماكوكاينيتكس، ومن حيث الديناميكيه الفارماكو داينامكس. زي ما انتم شايفين في الجراف دوت اهو، دي التجربه بتاعت الان اوكتانول والميه عشان احدد بيها قيمه اللوج بي. بعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه، بجيب الوسط اللي هو الاورجانيك فيز بيبقى ان اوكتانول. طب اشمعنى الان اوكتانول؟ ممكن تسال فيها، لان الان اوكتانول هو اقرب المواد شبها بالليبيد باي لير، او شبها بالانسجه الدهنيه داخل جسم الانسان. خلاص، يبقى الان اوكتانول ده هيمثل الاجزاء الدهنيه في جسم الانسان، والووتر هيمثل الدم. فانا عاوز اشوف والله الدواء هيروح عند الدم اكتر ولا هيروح في الانسجه وفي الليبيد باي لير ويمتص اكتر. فهحط كميه متساويه من ان اوكتانول والميه، وبحط فيهم الدراج، اعمل شيكينج، وابتدي اشوف الكونسنتريشن. نفس الفكره اللي قلناها في اول المحاضره، شوف الكونسنتريشن في الان اوكتانول
قد ايه، واشوف الكونسنتريشن في الووتر قد ايه، واقسم الاتنين على بعض واجيب قيمة الكي دي بالنسبة للدواء في السيستم ده اللي هو الاكتانول والووتر. بعد كده اجيب اللوج للقيمة دي، اللوج بي، تمام. ده البارتيشن كوفيشنت، هقول بقى عليه بارتيشن كوفيشنت لو انا بحسب الدراج في السيستم ده، واجيب قيمة اللوج بتاعته، يبقى دي اسمها اللوج بي. واشوف والله قيمة اللوج بي بقى قد ايه، اكبر من 4 و15 دوت غير مستحب لانه هيبقى هايلي هيدروفوبيك، اقل من -4 هيبقى هايلي هيدروفيلك، وبالتالي انا عاوزه زي ما قلت لكم ينحصر في الرينج ده. طيب ادي الصورة التانية اللي بتمثل زي ما اتفقنا موضوع الفارماكوكاينتكس، الابسوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم واكسكريشن. انا باخد الدواء من هنا اللي بيحصل له، اللي هو دواء جيد اللوج بي بتاعته من -4 ل 4 و3 او 4 و5 هيمتص بشكل جيد من الجي اي تي، اول ما يمتص يروح في الدم ويتوزع على كل اجزاء الجسم، تمام، بما فيها الليفر. ليه الليفر مهم؟ لان الليفر اول ما يوصل له الدم المحمل بالدرج يبتدي يعمل له عمليه ميتابوليزم، يغير من شكله، تمام. طيب زي ما اتفقنا الدرج حصل له ديستريبيوشن، تمام، جزء في الدم وجزء فين؟ راح للانسجه عشان يدي الافكت او يتخزن في الانسجه. طيب الجزء اللي في الدم ده بيروح فين؟ بيروح على الكدني، مينلي في الكدني عشان يطلع بره الجسم ويحصل له اكسكريشن، تمام. يبقى ده الجراف ده بيلخص لي قصه الابسوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن وتاثير موضوع اللوج بي على الكلام ده كله. طيب لو الدواء زي ما اتفقنا هايلي هيدروفوبيك، اولا مش هيبقى ضايق بشكل جيد، بس انا ممكن اعالج المشكله دي بان انا ازود السولوبيليتي، مفيش مشكله، هيمتص. طب بعد ما يمتص الجزء الاكبر هيروح في التشو، مش كده، وبالتالي يتخزن ويديني تاثير سمي على على مر الوقت، هيبتدي يتخزن ومع الوقت الكميه بتاعته المخزنه هتزيد الى الحد اللي يدي تاثير سمي، توكسيك افكت، فدي مشكله. طيب لو هو اقل من -4 اللوج بي بتاعته يعني هايلي هيدروفيلك، اول ما هيدخل، تمام، اولا امتصاصه هيكون صعب لانه هايلي هيدروفيلك، مش هيقدر يعبر عبر الليبيد باي لاير ويخرج في الفيسز، واذا دخل، اذا جزء منه دخل هيبقى هيظل في الدم مش هيروح التشو، والجزء الكبير من الدم زي ما اتفقنا هيخرج، هيروح الكدني ويخرج الدرج مره تانيه، مجرد ما يدخل، بمجرد ما يخرج مره تانيه عن طريق الكدني ويطلع بره الجسم. يبقى انا زي ما اتفقنا عاوز حاله وسطيه، لا تو هيدروفيلك ولا تكون تو هيدروفوبيك، علشان يحصل توزيع جيد للدرج ما بين البلد وما بين انسجه جسم الانسان. طيب برضو الجراف دوت بيوضح لي قصه الفارماكو داينامكس، يعني ازاي الدواء بيؤثر في جسم الانسان، ودايما بلخصها في ان المولكيول الدراج بتاعي اول ما يدخل الجسم ويتوزع بيروح لحد ما يلاقي ايه، يدور ويلاقي الريسبتور بتاعه المستقبل اللي بيرتبط بيه، وعمليه البايننج دي زي ما اتفقنا بتتاثر بحاجه اسمها الهيدروفوبيك افكت، يعني قد ايه الدواء هيدروفوبيك. لو هو هيدروفوبيك زياده عن اللازم هيرتبط بالريسبتور ده وغيره وغيره وغيره، ويديني سايد افكت كبيره جدا، لان انا ايه ارتبط بحاجات كتير، فهيدي اكشنز كتير، فهيدي ادفيرس افكت كتير. لكن انا لو خليته ايوه هيدروفوبيك لكن في رينج معقول، هيبقى سيلكتيف في الاكشن بتاعه، هيرتبط بالريسبتور ده فقط ومش هيرتبط بغيره، فانا كده بقلل من نسبه حدوث السايد افكتس. خلاص يا شباب، يبقى خلاصه الكلام ده كله ان البارتيشن كوفيشنت هو حاجه مهمه بالنسبه للدراج، لان هي بتؤثر بشكل كبير في حركيته داخل جسم الانسان الفارماكوكاينتكس، وفي ادائه او فاعليته برضه مع الريسبتورز اللي هي الفارماكو داينامكس. واتفقنا عشان يبقى عندي الدواء جيد لازم في الاخر قيمه البارتيشن كوفيشنت في التجربه اللي احنا قلنا عليها دي تكون محصوره ما بين -4 و4.5. طيب الموضوع التاني اللي هتكلم فيه في المحاضرة النهاردة يا شباب هو solutes extraction، يعني انا لو عندي محلول دايب فيه solute معين ازاي اسحبه مرة تانية من solution واخده في solvent اخر، تمام، وايه علاقة الموضوع دوت بالpartition coefficient.
انا هستخدم في عملية السوليد اكستراكشن قصة البارتيشن كوفيشنت. لو انا عندي مثلا السوليوت دايب في مية، يبقى محتاج عشان اسحب السوليوت ده من المية اميسيبل سولفنت تاني، سولفنت اخر غير ممتزج بالمية، زي مثلا الاويل، زي الايثر، زي اي سولفنت غير ممتزج بالمية، واحطه على المية او على السوليوشن دوت واعمل شيكنج. طب لما اعمل شيكنج اللي هيحصل هو السوليوت كله في المية، بس اتفقنا لما السوليوت يبتدي يبقى موضوع في سيستم ما بين تو اميسيبل سولفنتس، ايه اللي بيحصل؟ طب بيوزع نفسه، هو كان في الاول كله موجود في المية، لكن لما حطيت عليه سولفنت اخر اميسيبل مع المية هيبتدي يوزع نفسه، هيبقى جزء هيظل في المية وجزء هيروح فين؟ هيروح في الاورجانيك سولفنت. لما اجي افصل تاني الاورجانيك سولفنت يبقى انا كده فصلت ايه؟ السوليد. بس هل فصلت السوليد او عملت استخلاص او اكستراكشن للسوليد بالكامل من السوليوشن؟ لا طبعا، انا بس خدت الجزء المكافئ للبارتيشن كوفيشنت بتاع المادة دي، خدت جزء منها بس، خدت بورشن من المادة دي. طيب يبقى علشان اخد كمية اكبر محتاج اكرر العملية دي مرة تاني ومرة تالت ومرة رابع، كل ما هزود عملية الاكستراكشن كل ما هاخد كمية اكبر من السوليوت من السوليوشن، لحد ما اوصل ان انا اخد تقريبا كل السوليوت اللي موجود في السوليوشن ده. طيب تعال نفصل الكلام دوت ونشوف القانون اللي بيحكم عملية الاكستراكشن. سبوز افترض ان انا عندي وزنة معينة من السوليوت، خلاص موجودة في كمية معينة، ال W دي الوزنة الأصلية من الايه؟ من السوليوت، موجودة في كمية معينة من المية V1، يبقى ال V1 ده حجم المية، وال W ده كمية الدواء أو المادة دي بالجرام. حلو قوي. طيب يبقى المادة كلها دلوقتي موجودة فين؟ موجودة في المية اللي هو ال V1. انا دلوقتي عاوز اسحبها من المية، عاوز اعملها اكستراكشن استخلاص، هستخدم ايه؟ هستخدم سولفنت اخر غير ممتزج بالمية، اسمه ايه؟ اسمه الايثر، ده الاورجانيك سولفنت او الاورجانيك فيز. هروح حاطط كمية V2، حجم V2 من الايثر على المية اللي هو ال V1. طبعا الاتنين مش ممتزجين ببعض، هيبقى عندي ال V1 فوق، ال V2 قصدي 1 تحت، وال V2 اللي هو الاورجانيك فوق. ممتاز، وعملت شيكينج. حلو قوي، هيبتدي الدواء اللي هو الدبليو ده هيوزع نفسه، جزء هيفضل في المية زي ما هو وجزء هيروح فين؟ هيروح للإيثر. طيب الجزء اللي هيروح للإيثر اسمه W1، خلاص الجزء اللي من الدبليو اللي راح سوري معلش نرجع تاني، الجزء اللي هو W1 ده اللي هيفضل موجود في المية، تمام؟ يبقى W1 هو الجزء الـ weight of the solute remaining in the original solvent اللي هو المية. يبقى تاني أنا خدت W كمية معينة من الدواء كلها كانت موجودة في V1 من المية، وبعد كده علشان أسحبها من المية حطيت فوليوم آخر من immiscible solvent اللي هو الإيثر وعملت shaking. طبعا الـ W دي هتقل لأن في جزء منها هيروح للإيثر وهيتبقى جزء في المية، الجزء المتبقي في المية هو الـ W1، الجزء المتبقي زي ما هو لسه في الميه. طبعا W1 اكيد اقل من ال W، لان W زي ما اتفقنا انا خدت منها جزء ووديته فين؟ راح للايثر. ممتاز، عشان احسب الكونسنتريشن دلوقتي بعد عمليه الشيكينج وعمليه الايه البارتيشننج دي، عاوز احسب بقى الجزء او الكونسنتريشن بتاع الدواء ده او الدراج ده في الووتر هيساوي ايه؟ هيساوي الكميه المتبقيه ال W1 على ال V1، مش كده؟ جرام بالملي. طيب الكونسنتريشن موجود دلوقتي في الايثر هيصبح كام؟ هيصبح الفرق في الوزن ما بين الوزن الاصلي والوزن المتبقي على ال V2، مش كده؟ لان الفرق ما بين ال W وال W1 هو الجزء اللي راح فين؟ اللي راح الايثر، هقسمه على ال V2 يديني قيمة الكونسنتريشن اللي موجودة او اللي راحت للايثر. خلاص يا شباب؟ ممتاز جدا. طيب دي عشان تفهم، عشان قلت لك مسألة كده ازاي تحسب الكونسنتريشن في المتبقي وازاي تحسب الكونسنتريشن اللي موجود فين؟ اللي موجود في الاكويس فيس. طيب ممتاز، ازاي بقى اجيب علاقة الاكستراكشن؟ وعاوز اعرف في الاخر كمية اللي راحت للايثر قد ايه؟ انا عملت الكلام ده مرة واحدة بس اهو، الكمية اللي راحت للايثر اللي هحسبها بالدبليو ان، كمية الوزنة مش كونسنتريشن، الدبليو ده وزنة مش كونسنتريشن، كونسنتريشن يبقى اقسمه على الحجم.
طيب الوزنة اللي راحت للإيثر اللي أنا سحبتها بالإيثر هتساوي إيه؟ هتساوي الوزنة الأصلية اللي هي الدبليو، تمام، مضروبة في كسر بالمنظر ده الكي اللي هو الديستريبيوشن كوفيشنت بتاع الدواء ده ما بين المية والإيثر، تمام، طبعا ده أحسبه مفيش مشكلة فيه، مضروب في الفي 1 اللي هو الحجم بتاع المية على الديستريبيوشن كوفيشنت في برضو الفي 1 زائد قيمة الفي 2 اللي هو الإيثر، وكل ده مرفوع لأس ان. ايه هي بقى الان دي؟ عدد المرات اللي انت عملت فيها الحركة دي. احنا كل ده بنتكلم في مرة واحدة، يبقى انا لو عملت القصة او الاكستراكشن ده مرة واحدة فقط، تمام، يبقى الان هنا بواحد. طيب رحت حطيت ايثر وبعد كده شلته وحطيت ايثر جديد نفس الحجم في 2 بس ايثر جديد عشان اكرر العملية دي واسحب كمية اخرى من الدواء اللي موجود في المية، يبقى كده العملية دي كررتها مرتين، هحسب هنا الان باتنين، وهتبقى هنا الدبليو الكمية بتاعت المرتين مع بعض اللي هي الان اتنين برضو، الايثر في الاول الكمية اللي راحت في الايثر في اول مرة زائد الكمية اللي راحت في الايثر في المرة التانية، الكمية الكلية اللي انت عملت لها اكستراكشن. خلاص يا شباب؟ طيب اعرف من القانون ده ايه او استنتج ايه علشان احقق عملية اكستراكشن تبقى افيشنت وفعالة واخد اكبر كمية من السوليو دوت اعمل لها اكستراكشن او استخلصها من الميه باقل مجهود او باكثر فاعليه. بعملها ازاي؟ ايه الشروط؟ ان انت تكرر العمليه ديت كتير باستخدام اجزاء صغيره من الايثر او من السولفنت اللي انت عاوز تعمل بيه اكستراكشن. هي الشروط، يبقى كل ما زاد النمبر اوف اكستراكشن اللي هي الان، تمام، كل ما زادت الافشنسي او الاكستراكشن بتاع الماده من الميه، تمام، لان كل مره هتكرر فيها هتاخد جزء زياده من الدبليو الاصليه دي. اول مره خدت جزء، المره الثانيه هتاخد جزء، المره الثالثه هتاخد جزء، وهكذا. كل ما زودت التكرار كل ما زودت عمليه الاكستراكشن وقيمه الدبليو ان دي هتزيد، لان هنا حتى الان مرفوع على الباور، كل ما زودت الباور ده، تمام، كل ما قيمه الدبليو ان اللي هي الكميه المستخلصه اللي في النهايه هتزيد. طيب ايه كمان؟ ان انا استخدم small portions من ال extracting solvent اللي هو الايثر، ما اخدش كمية كبيرة، لا، كل ما صغرت الحجم اللي انا بستخدمه في عملية ال extraction كل ما كان احسن، لان زي ما انتم شايفين اهو ال V2 موجودة في المقام، يبقى تناسبها عكسي مع الكمية الكلية المستخلصة، كل ما قلت كل ما كان ال extraction احسن. يبقى انا اكرر العمليه دي باستمرار، طب باستمرار الى ما لا نهايه، يعني لا مثلا 3 4 مرات مثلا، او خلينا زي الوضوء كده. مع فكره الوضوء نفس الفكره، الوضوء ايه الهدف منه؟ الهدف من الوضوء ان انا استخلص الاوساخ اللي موجوده على جسمي باستخدام الميه. الجسم بتاعي او الجلد ده يعتبر زي الليبت، واحط عليه الميه خلاص، وده immiscible solvent، وعاوز اعمل استخلاص للاوساخ من جلدي علشان اخرجها بره جسمي او انضف جسمي. فانا بعملها كم مره؟ بعملها 3 مرات، وهي دي الطريقه المثلى، ان انا اكرر احط جزء من الميه على جسمي مره واثنين وثلاثه. يبقى طبعا كل ما كررت كل ما كان احسن، كل ما استخدمت اجزاء صغيره من السولفنت او كميات صغيره من السولفنت كل ما كان احسن، زي ما اتفقنا الطريقه المثلى 3 لان تبقى 3 لان 4، تمام، والحجم مثلا يبقى نص الحجم الاصلي او ربع، كمان ربع الحجم الاصلي بتاع السوليوشن بتاع الميه. يعني لو كان حجم الميه لتر يبقى استخدم مثلا ربع لتر، واعمل الربع لتر ده على 3 مرات او على 4 مرات زي ما انت عاوز. كل ما كترت كل ما كان الاكستراكشن احسن. خلاص يا شباب؟ يبقى تاني العلاقه دي بتحكم عمليه الاكستراكشن لسوليوت دايب في سولفنت معين باستخدام سولفنت اخر اميسبل مع السولفنت الاصلي. ازاي؟ ال WN هي الكميه المستخلصه، تمام، بتساوي الكمية الأصلية اللي كانت موجودة في السولفنت اللي في الأول مضروبة في ثابت ال distribution coefficient في الحجم الأول بتاع السولفنت الأول على الكي في ال V1 برضو زائد ال V2 اللي هو الحجم اللي أنت استخدمته من extracting solvent، السولفنت اللي هتعمل بيه extraction، وكل ده مرفوع ل N. N دي اللي هي عدد مرات ال extraction. طيب ناخد مثال على الكلام ده. عندي مادة اسمها الساكسينيك اسيد، ده دراج 15 جرام او 15 من 100 جرام من الساكسينيك اسيد دايب في 100 مللي في 100 مللي من الايثر. حلو،
انا عاوز اخده من الايثر، اسحبه من الايثر، يبقى دوبت ب 10 مللي من الميه. اوكي، يبقى ده الاكستراكتنج سولفنت. يبقى انا هنا عندي السولفنت الاصلي اللي دايب فيه السولير بتاعي الايثر 100 مللي، والسولفنت اللي هعمل بيه اكستراكشن الميه، خدت 10 مللي. How much succinic acid is left in the ether layer؟ تمام، اذا علمت ان الديستريبيوشن كوفيشنت بالنسبه للاورجانيك فيز الاكواس فيز ما بين الايثر والميه هي بتساوي 125 من 1000. و how much succinic acid is left in ether when the phase is extracted with an additional 10 مللي ميه. يعني عملت الحركه دي مرتين، خدت 10 مللي وعملت اكستراكشن وسحبتهم، تمام، وبعد كده خدت 10 مللي جداد من الميه وعملت الحركه دي مره ثانيه، يعني هنا الان هتساوي 2. فكروا فيها كده ونشوف هنحل المساله دي ازاي. طيب نحل المساله دي ازاي يا شباب؟ زي ما اتعودنا، اول حاجه بحط المعطيات اللي عندي اللي موجوده، وبعد كده بكتب القانون. القانون بيقول دبليو ان، دبليو ان هنا كتبتها بواحد، دي لاول مره يعني لان كررت فيها العمليه دي مره واحده بس، بتساوي دبليو اللي هو الوزن الاصلي اللي هو 15 من 100 جرام من الساكسينيك اسيد مضروب في ثابت التوزيع او البارتيشن كوفيشنت اللي هو مديه لك هنا اهو 125 من 1000، في الفي 1 اللي هي ال 100 مللي خلاص بتاعت الايثر، تمام. نفس الكلام اتكرر تحت، زائد الفي 2 اللي هي 10 مللي بتاعت الميه اللي انت استخدمتها في اول مره، والكلام دوت انا عملت القصه دي اهو مره واحده بس، يبقى الان هنا بواحد. طيب اعوض تعويض مباشر، يطلع عندي الرقم دوت اللي هو تقريبا 8 من 100 جرام ريمينينج ان ذا ايثر، تمام. يعني تقريبا اول مره، في اول مره خدت الفرق طبعا ما بين الاثنين. طيب ده اللي هيتبقى في الايثر. طيب كويس جدا، المره الثانيه اصبح دلوقتي الدبليو في المره الثانيه اللي هي الكميه مطابقيه في الايثر، يبقى اكرر الكلام دوت، بس بدل ما هكتب ال W 15 لا هكتب الكميه اللي اتبقت اللي انا حسبتها في المره الاولى واتبقت عندي هنا، واكرر نفس القصه تعويض مباشر، يديني الكميه اللي انا سحبتها في المره الثانيه، اجمع الاثنين مع بعض وشوف والله الكميه مسحوبه من المرتين اللي انا قدرت اعملها اكستراكشن بالميه في المرتين. بس ده الطريق الصعب، الطريق الصعب. الطريق السهل ايه؟ اعملها من مره واحده، خطوه واحده. انا عملت الكلام ده كام مرة؟ عملته مرتين خلاص. فاروح على طول من هنا كاتب W2 وهنا 15 اللي انا بدأت بيها، اوكي، واعوض واحط هنا الايه الان باتنين، واشوف والله الكمية على طول المسحوبة قد ايه من مرة واحدة. يبقى ممكن تاخد الطريق الطويل لو انت عاوز تمشي بالتفصيل، او ممكن تاخد الطريق الاقصر، شوف والله انت عملت الكلام دوت كام مرة، تمام، وتحسبها مباشرة بالطريقة الأولى. طبعا في كل مرة أنا باخد 10 مللي ثابتة، يعني مادام كل مرة باخد نفس الكمية بعوض على طول هنا في الـ V2 ب10، تمام. لو باخد كميات بقى مختلفة لا لازم أمشي الطريقة الإيه الطويلة دي. يبقى الطريقة ديت ممكن أستخدمها، أحيانا لازم أستخدمها. لو خدت مثلا أول مرة 10، المرة التانية خدت 5 أو 7 أو 8، يعني في كل مرة كانت كمية بتاعت الوتر مختلفة، لكن لو ثابتة لا ممكن أعوض تعويض مباشر وأحط الكمية الثابتة دي هنا وأحط هنا أس، في الأس الرقم التكرار اللي أنا كررت فيه العملية دي كم مرة. أنا هنا عندي مرتين، يبقى أحط 2 هنا وأشوف على طول الكمية المستخلصة في خطوة واحدة كانت قد إيه. طيب يا شباب، الموضوع الثالث اللي هنتكلم فيه في المحاضرة بتاعت النهاردة هو الـ preservative action of weak acid، تمام، في الـ oil motor system. طيب نفهم الكلام ده. أنا عندي المستحضرات الصيدلانية متنوعة، في عندي كبسول، في عندي تابلت، وفي عندي suppository، تمام. دي بسميها الـ الدراي سوليد دوزج فورم، الاشكال الصيدلانيه دراي ناشفه ما فيهاش اي سوائل، وفي نفس الوقت هي سوليد. وفي عندي مستحضرات سائله او ويت زي السيرب. السيرب ده اللي هو الشراب، تمام، ده بيبقى محلول مائي، تمام، بيبقى فيه هاي كونسنتريشن من الشوجر، وبحط فيه كمان معاه الدواء.
بس احيانا بيكون عندي مستحضر الصيدلاني عباره عن سسبنشنز زي المضادات الحيويه، بيجيلي في صوره باودر سوليد عشان احافظ عليها في اطول فتره ممكنه داخل الصيدليه، تمام، وعند الاستخدام بضيف عليها الميه علشان تديني المعلق او السسبنشن. وعندي مستحضرات اخرى برضو في غايه الاهميه عباره عن مستحلبات. يعني ايه بقى مستحلب؟ مستحلب ده برضو عباره عن هيتروجينس سوليوشن، هيتروجينس سيستم ما بين جزء اويل اورجانيك فيز يعني وما بين اكويس فيز. والاورجانيك فيز مثلا احيانا بيبقى هو متجزأ اجزاء صغيره داخل الميه اللي هو الاكويس فيز، واحيانا العكس الاقي ان الجزء الاكبر هو الاويل والجزء الاكويس هو الاصغر وهو المتجزأ ومنتشر داخل الاويل. فانا عندي حاجه اسمها اويل ان ووتر ايمالشن، ايمالشن يعني مستحلب، وعندي العكس عندي ووتر ان اويل ايمالشن، تمام. وده احد صور الصيدلانيه الليكويد دوزج فورم الليكويد اللي بيبقى موجود فيها الدواء. طيب النوع ده من السيستم فيه مشكله. ايه المشكله؟ ان لما يكون عندي اويل، الاويل دوت بيبقى زيت، والزيت دوت اكل، اكل لمين؟ اكل الانسان واكل كمان للبكتيريا. يعني سهل جدا ان هو يصاب بالمايكرو اورجانيزم، والمايكرو اورجانيزم دي بتدي تنمو عليه وتترعرع، لان هو يعتبر بالنسبه لها مصدر غذاء ومصدر للطاقه، فتقدر تكسره وتتغذى عليه وتنمو عليه وتترعرع وتزدهر، وده حاجه مش مطلوبه، مش كده؟ يبقى في المستحلبات دايما لازم اركز من الحته دي. يعني عندي مستحلب شهير جدا زي اللبن، مش كده؟ اللبن دوت عباره عن اويل ان ووتر ايمالشن. عندي حبيبات الزيت الدهن، يعني حبيبات صغيرة ومنتشرة في قلب المية. لو سبت اللبن بره التلاجة يوم هلاقيه عفن وفصل، تو لايرز، فصل الاويل عن المية، فصل تو لايرز وجبن، عمل جبنة. ده بسبب ايه؟ ده بسبب المايكرو اورجانيزم اللي كانت تتغذى على الاويل وتعمل فرمنتيشن وتؤدي في الاخر لعملية الفصل والعفونة والكلام ده كله ويفسد اللبن. حتى لو حطيته في التلاجة برضه، حتى لو حطيته في التلاجة برضه هيبوظ، بس ممكن يكون هياخد فترة أطول عشان يبوظ. طيب المستحلبات بقى اللي زي اللبن اللي هي بتبقى أويل إن ووتر دي، إزاي أحفظها لفترة طويلة وأنا عاوزها بالشكل المستحلب ده من غير ما تفسد؟ محتاج إن أنا أحط لها بريزرفتيف. يعني إيه بريزرفتيف؟ يعني مواد حافظة تحفظها. تحفظها من إيه؟ من تأثير المايكرو أورجانيزمز، تمام؟ يبقى هنا في اول سطر هنا بيقول لك ايه، ان السوليوشنز ممكن تكون اكل زي اللبن، ممكن تكون دراجز، ممكن تكون مستحضرات تجميل. معظم اللوشنز البادي لوشنز اللي احنا بنستخدمها بتبقى عباره عن مستحلبات، بتبقى عباره عن ايمالشن، تمام. كل المستحضرات او الاشكال ديت عرضه بشكل كبير للديتيريوريشن. يعني ايه ديتيريوريشن؟ يعني الفساد، انها تفسد او تعفن عن طريق مايكرو اورجانيزم. ليه؟ بسبب وجود الاويل فيها والميه في نفس الوقت، الاثنين وسط هام جدا لنمو اي بكتيريا، ان يبقى في ميه وفي الاكل اللي بتحيه اللي هيتغذى عليه المايكرو اورجانيزم. طيب يبقى بالتالي، وكمان البكتيريا كمان لما تبقى موجوده في سيستم زي دوت زي اللبن او زي المستحلبات اللي فيها اويل ان ووتر، بتبقى موجوده فين البكتيريا؟ بتبقى موجوده في الانترفيس اللي ما بين الاويل وما بين الميه، بس بتبقى اكتر في الميه. يبقى تبقى موجوده لوكيتد، بتقع في الاكويس فيز عند منطقه تلاقي الوسط المائي الاكويس مع الوسط الدهني اللي هو بتاع الاويل. طيب ممتاز جدا، اعمل ايه بقى عشان احافظ على النظام دوت او احافظ على السيستمز اللي هي بتبقى اويل ان ووتر؟ ان انا احط لها بريزرفيتيف زي ما اتفقنا، والبريزرفيتيف ديت لازم نخلي بالنا برضو ان هي ما تبقاش ضاره بالانسان، مش كده؟ لان الانسان هيستخدمها كدواء او كاكل او غيره او كوزموتيك. يبقى لازم من ناحيه ان هي تكون فعاله ضد البكتيريا، تحافظ على المستحضر ضد البكتيريا، لو في بكتيريا تقتلها وتخلص عليها، بكتيريا او مايكرو اورجانيزم فانجاي مثلا، اي مايكرو اورجانيزم، وفي نفس الوقت ما تكونش ضاره للانسان. اللي بيحل المشكله دي او المعادله الصعبه دي مجموعة من المواد كلها مشتقة من البنزويك اسيد، على رأسهم طبعا البنزويك اسيد. البنزويك اسيد ليه الخاصية دي، ان هو فعال جدا ضد المايكرو اورجانيزم، تمام، وفي نفس الوقت هو آمن جدا بالنسبة للإنسان. ومشتقات البنزويك اسيد بقى كلها ليها نفس الخصائص دي، فدايما البنزويك اسيد ومشتقاته بيستخدم كمواد حافظة بريزرفتيف للأنظمة
الصيدلانية اللي هي بتبقى مستحلبات الاويل ان ووتر ايمالشن دي. طيب في نقطة تانية، النقطة التانية ان البنزويك اسيد ومشتقاته بيبقى فعال بس في الشكل الان ايونايزد، في الشكل الايه الان ايونايزد او الان ديسوشيتد الغير متفكك. لو تأين في المية، لو راح للمية وتأين بيبقى غير فعال. دي نقطة تانية مهمة. يبقى بالتالي ايه اللي بيأثر على فاعلية البنزويك اسيد كبريزرفتيف في الاويل ان ووتر سيستم؟ البارتيشن كوفيشنت. البارتيشن كوفيشنت بتاع ايه؟ اللي هو انتشاره، مدى انتشاره ما بين الاويل وما بين الووتر في السيستم ده، لان جزء من البنزويك اسيد لما احطه في السيستم ده هيروح يدوب في الاويل وجزء هيروح يدوب في الميه. يبقى ده اول عامل بيأثر على فعالية البنزويك اسيد او في الكمية اللي انا محتاج احطها عشان احافظ او احفظ المستحضر ده. العامل الاخر هو الديسوشيشن كونستانت اللي هو مدى تأينه في الاكويس فيز. طبعا مش هيتأين غير في الاكويس فيز في الميه. مدى تأينه او ثابت التأين بتاعه اللي هو بسميه الديسوشيشن كونستانت. يبقى العاملين دول الديسوشيشن كونستانت اللي هو وعامل التأين بتاعه والديستريبيوشن كوفيشنت بتاعه، دول اهم حاجتين بيؤثروا في فعالية البريزرفيتيف او في فعالية البنزويك اسيد في المستحضرات المستحلبة او الاويل ان ووتر سيستم. طيب انا كصيدلان دلوقتي وعندي مستحضر اويل ان ووتر او ووتر ان اويل مستحلب يعني، وعاوز احط له بنزويك اسيد علشان يحافظ عليه او احط له البنزويك اسيد كبريزرفتيف، محتاج احسب الكمية دي. احسبها ازاي؟ بقدر احسبها من خلال القانون الاتي. القانون بيقول ايه؟ السي تي اللي هي الكمية الكلية اللي انت محتاجها من البنزويك اسيد علشان تحطها في المستحضر بتاعك، بتساوي تركيز البنزويك اسيد، تمام، تركيز البنزويك اسيد في الاكويس فيز، تركيز البنزويك اسيد في الاكويس فيز بس في صورة غير متأينة ان ايونايزد. حطيت لك اهو اتش اي يعني لسه ما تأينش، لسه ما فقدش البروتون بتاعه، يعني في صورة لسه متكاملة غير متفككة او غير متأينة. يبقى الاتش اي دوت بين قوسين ده تركيز الاتش اي في الووتر وهو غير متأين، مضروب في 1 زائد كي. كي هنا اللي هي الديستريبيوشن كوفيشنت او البارتيشن كوفيشنت بتاع مين؟ بتاع البنزويك اسيد في السيستم ده، لازم ابقى حاسبه ما بين الاويل وما بين الووتر قد ايه. طبعا ده في الغالب هيبقى مديهولك في المساله، زائد الكي اي اللي هو ثابت التأين بتاع البنزويك اسيد فين؟ ها، في الاويل ولا في الووتر؟ اكيد في الووتر لانه ما بتأينش اصلا في الاويل، تمام، على تركيز ايونات البروتون اللي هي ناتجة عن تأين الاسيد ده. مش الاسيد ده لما هيتأين يديني بروتون وهيديني اسيتيت مثلا او بنزويت. تركيز البروتون، تركيز البروتون اللي هو مين؟ اللي هو البي اتش، بجيبه من قيمة البي اتش على طول، مش كده؟ يعني مثلا عندي بي اتش 4، بي اتش 4 دي معناها ايه؟ يعني تركيز البروتون في المحلول عبارة عن 10^4، نقدر نجيبها دي بمنتهى السهولة ما فيهاش مشكلة. ومن خلال تعويض في القيم دي في المعادلة دي اقدر اجيب كمية اللي انت محتاجها علشان تضيفها للمستحضر بتاعك، التوتال اماونت من بنزويك اسيد انت محتاج تضيفها في المستحضر بتاعك علشان تحافظ على المستحضر ده من الفساد من المايكروجينيزم. خلاص يا شباب، هي معادلة مهمة الحقيقة وليها تطبيقات هامة جدا في زي ما قلت لك في كل تقريبا المستحلبات الايمالشنز، بنستخدم البنزويك اسيد او احد مشتقات البنزويك اسيد في الحفاظ عليها او كبريزرفتيف. فلازم استخدم المعادله دي عشان احسب الكميه اللي انا محتاجها من البريزرفتيف، محتاجها عشان اضيفها في المستحضر عشان احافظ عليه من الفساد. مثال عندك هنا وفكروا فيه، كالكوليت ذا اماونت توتال اماونت اوف بنزويك اسيد انت محتاجها تو اكت از ا بريزرفتيف، كماده حافظه لمستحلب، ا بي اتش 3 السوليوشن بتاعك او المستحلب بتاعك البي اتش بتاعته بتساوي 3، ان هيدرو كورتيزون كريم، في كريم، الكريم هو مستحلب على فكره، الكريمات والمراهم هي نوع من انواع المستحلبات، خلاص، بس بتبقى ووتر ان اويل مش اويل ان ووتر، تمام. فالكريم دوت الهيدرو كورتيزون كريم عاوزين نحسب بقى البي اتش بتاعته 3، عاوزين نحسب كميه البنزويك اسيد اللي انت محتاجها. طيب ذا كونسنتريشن اوف اسيد
in aqueous phase as unionized اللي هي دي تمام، التركيز بتاع البنزويك اسيد الغير متفكك او غير متأين في الاكويس فيز بيكون الرقم ده ملي جرام بالملي. البارتيشن كوفيشنت بس خلي بالك دي هتبقى بالمولر، فانت صححها بالمولر مش ملي جرام بالملي، هنخلي ده بالمولر، التركيز ده بالمولر. البارتيشن كوفيشنت وهنا برضو يعني هنا التركيز هيكون بالمولر، وطبعا هنا التركيز برضو بيبقى بالمولر عشان بس يبقى توحيد الكونسنتريشنز يعني، فنعدل دي هتبقى بالمولر. والبارتيشن كوفيشنت بالنسبه للبنزويك اسيد في السيستم دوت بتاع الكريم بيبقى 5.3، وثابت التأيون بتاع البنزويك اسيد في الميه ده 5.3 في 10 اس سالب 5. فكروا فيها ونشوف هتتحل ازاي. طيب يا شباب نحل المساله دي ازاي؟ انا عاوز احسب الكميه اللي محتاجها من البنزويك اسيد اللي هحطها لكل لتر بالنسبة للكريم ده، والكريم زي ما اتفقنا والمراهم هي نوع من انواع المستحلبات الشهيرة جدا. هيدروكورتيزون كريم محتاج احسب له كمية البنزويك اسيد اللي هحطها كبريزرفتيف كمادة حافظة. طيب نشوف بقى والله المعطيات اللي عندي في المسألة. المعطيات اللي عندي في المسألة ايه؟ ان قيمة البي اتش بتساوي 3. طيب انا محتاج البي اتش عندي في المسألة؟ محتاج البي اتش عندي في المسألة، لان انا هعور عن البي اتش بتركيز الهيدروجين، هحولها لاصلها. تركيز بقى الهيدروجين بدلاله البي اتش هيساوي ايه؟ هيساوي 10 اس سالب 3 مولر من التركيز الهيدروجين لكل لتر. طيب الكونسنتريشن بتاع الاسيد في الاكويس فيز بس في الشكل الان ايونايزد وفي الشكل الفعال طبعا اللي هو الان ايونايزد هو كذا مول باللتر، يعني صلحناها هنا اهو خلاص. فده جاهز عندي، لو بتركيز مختلف لازم احوله للمول باللتر. ليه؟ طب ما تخليه زي ما هو. لا لازم علشان توحيد التركيز، وانا عندي تركيزات تانية. عندي تركيز البروتون هيكون برضو بالمول باللتر، فلازم يكون التركيز عندي موحدة، فهنا التركيز بالمول باللتر، ولو ما كانش متحول للمول باللتر انت حوله لما يكافئه بالمول باللتر، والتركيز النهائي اصلا هيطلع برضو بالمول باللتر اصلا يعني. طيب البارتيشن كوفيشنت بالنسبه للبنزويك اسيد مديهولك، وعندك الديسوسيشن كوفيشنت او ثابت التأيون برضو مديهولك. حط القانون، حطيت القانون، عوض في القانون تعويض مباشر. هنا قيمه او تركيز البنزويك اسيد في الميه اللي هو في الصوره الغير متأينه موجوده اهو تمام، زائد واحد او مضروب في واحد زائد قيمه الديسوسيشن البارتيشن كوفيشنت مديهولك هعوض بيه، الكي اي مديهولك هعوض بيه، البي اتش دي اللي هحولها بقى لما يكافئها من تركيز البروتون طبعا برضو بالمول باللتر مباشره هتبقى 10 اس سالب 3 سهله جدا. وفي الاخر احسب الحسابات بتاعتي هيطلع في الاخر التركيز المطلوب احطه بالنسبه للبنزويك اسيد في الكريم ده او في السيستم ده هيكون 2.5 مول بنزويك اسيد لكل لتر من الكريم. خلاص يا شباب يبقى هي سهله جدا بس في غايه الاهميه، وبيعرفني ازاي انا كصيدلي شغال في مصنع مستحضرات طبيه بتصنع مستحلبات باشكالها المتنوعه سواء كانت ليكويد او كانت سيمي ليكويد او سيمي سوليد زي الكريم او المراهم، ازاي احط لها البنزويك اسيد كبريزرفتيف واحسب الكميه دي ازاي. وده ان شاء الله ممكن نشتغله في المعمل. البارتيشن كوفيشنت عموما ان شاء الله نحاول نشتغله في المعمل ونحسب البارتيشن كوفيشنت، وممكن برضو نستخدم الحاجه زي ديت بتاعت البنزويك اسيد ونحسب كميه البنزويك اسيد برضو ونحسبها في تجربه في المعمل باذن الله المستحضر الصيدلاني. شكرا لحسن الاستماع. المحاضره معلش طويله شويه ودسمه شويه بس مهمه جدا جدا، فيها مجموعة من القوانين الهامة جدا جدا ومجموعة من القيم والقيم اللي لازم تبقى عارفها بالنسبة للدراج. يعني نحاول نكمل بقى الخريطة بتاعتنا اللي احنا كنا بنرسمها على البورد دي بالنسبة للدراج، ان الدراج ايه؟ الدراج عبارة معظمه عبارة عن اورجانيك كومباوندز، ان الدراج معظمه بيبقى بور سوليبل ان ووتر، وبالتالي انا لازم ادور كصيدلاني على طرق تزود السوليبلتي بتاعته. الدراجز في الغالب بتبقى ويك اسيدز او ويك بيزس، وده ليه قوانين وبالتالي ليه معامل تفكك في الميه لازم ابقى عارفه. ذوبان المواد الصلبه
الأدوية الصلبة، الأدوية معظمها بيبقى على شكل صلب سوليد. ذوبان الأدوية اللي في الشكل صلب دايما بيبقى اندوثيرميك، موصل للحرارة. الحاجة الستة اللي هضيفها ليهم بقى، ان لازم قيمة اللوج بي او بارتيشن كوفيشنت بتاع الدراج تكون في قيمة معينة او محصورة ما بين رينج معين اللي هو سالب 4 من 10 الى موجب 4.5. دي تضيفها كميزة بتميز الدراجز او المستحضرات الدوائية. خلاص يا شباب، شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.